إثارة على أرض هذا الميدان على بركة الله. تتواصل انطلاقة مسدس الأشواء وهو شوط خاص عدان من خلال منافسات هذا الصباح المميز، أيضا بتقديم مواهب المتميزة لأبناء القبائل في هذا العالم الساحر، عالم متميز من خلال هذه اللحظات. على بركة الله ننطلق مع المقدمة ونتابع هذا الشوط أيضا بثلاثة كيلومترات كالعادة، هي مسافة أشواطنا في هذا الصباح المميز. المركز الأول مباشرة إلى شاهين أحمد بن محمد بن عبد الله بن حزام بن خزام العامري على المركز الأول، بينما المركز الثاني يظهر مولع ناصر بن خليفة بن سلطان المنصوري في المركز الأول، غير الأمور وبدل مواقع. المركز الثاني يعوين أحمد الثالث، يا سلام ضرغام عبد الله بن سلطان بن علي بن سلطان الاشتبي. المركز الرابع هنا وجود ريسنج عمير بن سلطان بن محمد الهاشمي. وصل هذا الشعار مع هملول احمد بن يمعة بن مطر الخيلي، يا سلام خل بالك مركز مع هملول. المركز السادس الى مخوف سعيد محمد بن راشد البواردي، وعلى المركز السابع عوده الى نهر غانم بن احمد بن ديلان المزروعي، يا سلام يا ابو احمد مشاركه ما شاء الله متميز. المركز نعود المركز الثامن من خلال هذه الانطلاقه ومن خلال لشاهين لعمار بن سلطان بن كديد بن عبيده الكعبي. المركز التاسع في هذه اللحظات، وعلى المركز التاسع شاهين مسفر بن سالم بن مسفر بالقوبع المنصوري. هذه الأسماء تكملت أيضا مسار العشرة وألف وخمسمائة متر في هذا المسار. ننتظر يا سلام على المقدمة والصدارة وأيضا الإثارة اللي بدت في لحظاتها. الكوكب قلنا خلوا بالكم من هملول، وهو بالفعل هملول هذا التاريخ كله في أسامي المنافسة والتحديات هو هملول. وأيضا الفيلسوف أحمد بن يمعة بن مطر الخيلي، يعني هو اللي يقدم دائما أسماء والأمتار الأخيرة تقف دائما احتراما للتنافس والتحديات. على المركز الأول تغييرات المقدمة ودخول أيضا من شاهين خالد بن طالب بن شريم المري، يا سلام يا سلام يا سلام. بينما المركز الثاني التغيير من ضرغام عبد الله بن سلطان بن علي الاشتبي، وهناك على المركز الثالث نتواصل في هذه الانطلاقه وهو شاهين احمد بن محمد بن عبد الله بن خزام العامري. والمركز الرابع ياتي هملول احمد بن يمعة بن مطر الخيلي، والمركز الخامس شاهين عمار بن سلطان الكعبي، يا سلام يقترب. والمركز السادس بالقوبع موجود من خلال مسفر بن سالم بن مسفر بالقوبع المنصوري مع شاهين. هذا المرض والتجمع والكل بدا يدخل حابل بالنابل كما يقال. وصار وين عندك يا بن شريم؟ عندك ما شاء الله. قلنا ايضا يرتبط بهذا القرن، هو هذا الشعار من خلال هذه المنافسة. ما شاء الله نوعية ايضا ممتازة، نوعية تقدم هذا الشكل الجميل. شاهين خالد بن طالب بن شريم المري، انفراد المملكة ما شاء الله. من الآن نعلن السلام، نعلن ايضا المنافسة، الانفراد التام. سلام يا المملكة، سلام دائما في كل وقت وفي كل حين وفي كل مناسبة وفي كل انتصار. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بن شريم هنا على المركز الأول وخالد بن طالب بن شريم المري. سلام يا المملكة، سلام سلام يا المملكة، ما شاء الله وتبارك الله. هذا هو شاهين، أكيد من نسل شاهين كما سمي. في المركز الثاني داس المبارك بن سعيد بن سعيد الراشدي. المركز الثالث كان ضرغام عبد الله بن سلطان بن علي بن سلطان الاشتبي. والمركز الرابع النشمي غدير بن حميد بن خميس علي ديلي اللي على المركز الرابع في هذه الاسماء. والدخول جماعي نعمل المراكز نعود الى التوقيت، نتابع التوقيت ايضا، ننتظر لحظات العوده الى المنافسه. في هذه الانطلاقة وأيضا التحدي والإثارة نشوف التوقيت.
أربع دقائق واحد وثلاثين ثانية وأربع أجزاء من الثانية، ما شاء الله. مشكور يا بن شريم، أفضل توقيت حتى هذه اللحظة يسجل هنا في هذا السلام يا المملكة. أكيد بن سلالة شاهين يعني المتابعة أيضا في تقديم الأسماء والنوعية الممتازة. أربع دقائق ستة وثلاثين ثانية وثمان أجزاء من الثانية هو التوقيت للمركز الثاني، وداس مبارك بن سعيد بن سهيل الراشدي ما شاء الله وتبارك الله أيضا في هذا الأداء الجميل والمتميز. المركز الثالث ضرغام عبد الله بن سلطان بن علي بن سلطان الاشتبي، وتوقيت زمني أيضا أربع دقائق بلا شك حاضرة و37 ثانية وجزء واحد من الثانية ما شاء الله وتبارك الله. ننطلق دائما.